كيف حالكم يا أصدقائي؟ أنا أقوم ببعض التمارين الرياضية. نعم يا أصدقائي، فالتمارين الرياضية مفيدة جدا لأجسامنا، فهي تعطينا نشاط الجسم والعقل أيضا. لماذا العقل؟ لأن العقل السليم في الجسم السليم، والجسم السليم يأتي من الرياضة. والآن حان وقت التعلم والتفكير، هيا بنا يا أصدقاء إلى بوابة الألغاز. لنضغط الجرس حتى تعطينا بوابة الألغاز ما لديها. اضغط مفتاح الصورة التي تحتوي على حيوان يعيش في الغابة. حيوان يعيش في الغابة؟ لنرى الصور. منى، من منى؟ أها، اسم، مجرد اسم، واسم منى ليس حيوانا. ماء، الماء للشرب وليس حيوانا. أسد، الأسد من الحيوانات، بل هو ملك الغابة. ملك الغابة؟ إذن هو يعيش في الغابة. إذن الجواب هو الأسد. حرف الألف هو أول حرف من حروف اللغة العربية. اسمه ألف، لكن عندما نلفظه نقول أ، مثل أحمد، أنا، أنت. أ، تذكروا هذا جيدا. فاسم الحرف الألف ولفظه أ. حسنا، لنزر صديقنا خطاط
ونتعلم منه كيف نكتب حرف الألف. مرحبا خطاط، كيف حالك اليوم؟ اليوم سنتعلم كيف نكتب حرف الألف. هل أنت جاهز؟ لكتابة حرف الألف نبدأ بخط طويل من الأعلى إلى الأسفل. جميل، أحسنت يا خطاط. ثم ننتقل إلى الأعلى ونرسم خطا صغيرا من اليمين إلى اليسار، ثم نكمل إلى اليمين مرة أخرى لكن إلى الأسفل، ثم نعود من اليمين إلى اليسار بخط صغير آخر فنحصل على الهمزة. نعم، هذه تسمى الهمزة. وهكذا نكون قد كتبنا حرف الألف عندما يأتي في بداية الكلمة، تماماً كما في كلمة أسد. أما لكتابة حرف الألف في وسط الكلمة فالاختلاف بسيط جدا. ما هو هذا الاختلاف؟ لنرى ذلك مع صديقنا خطاط. نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم نرتفع إلى الأعلى بخط أطول، هكذا. أحسنت يا صديقي. بهذا نكون قد كتبنا حرف الألف في وسط الكلمة، تماماً كما في كلمة ماء. لكن علينا أن ننتبه جيداً، فيمكن لحرف الألف أن يأتي في وسط الكلمة ويبقى شكله كما في بداية الكلمة، مثل كلمة وادي. أما حرف الألف في آخر الكلمة فشكله مختلف جداً. كيف هذا؟ دعونا نرى. نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم إلى اليمين مرة أخرى لكن إلى أسفل قليلاً، ثم نرسم خطاً منحنياً من اليمين إلى اليسار. وهذا هو شكل حرف الألف المقصورة. نعم، هذا هو اسمها، الألف المقصورة، تماماً كما في كلمة منى. حسناً يا أصدقائي، المطلوب منكم الآن أن تقوموا بكتابة حرف الألف عدة مرات حتى تستطيعوا أن تتذكروه جيداً، ويمكن أن تطلبوا من آبائكم أو معلميكم المساعدة في كتابة العديد من أسماء الأشياء التي تحتوي على حرف الألف. وفي كل مرة لاحظوا أين يكون حرف الألف، في بداية الكلمة
أو وسط الكلمة أو نهايتها. حسناً، إلى اللقاء. شاهدتم في حلقة اليوم كيف ألعب الرياضة في الصباح الباكر، لأن الرياضة مفيدة جداً لأجسامنا. ثم رأينا كيف أعطتنا بوابة الألغاز سؤالاً يبدأ جوابه بحرف الألف. ثم رأينا كيف علمنا خطاط كيف نكتب حرف الألف بعدة أشكال، واستمتعنا أيضاً بالرسومات الجميلة. مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ هل تعرفون ما الذي سأقوم به؟ سأقوم بتنظيف أسناني بالفرشاة ومعجون الأسنان، وهذا شيء مهم جدا جدا، ويجب أن نقوم به كل صباح ومساء، لأنه يحافظ على أسناننا سليمة وخالية من التسوس. فالأسنان السليمة هي التي تعطينا الأجسام السليمة. كيف ذلك؟ الأسنان هي التي تمضغ الطعام، والطعام هو ما يجعل أجسامنا تنمو بشكل سليم. إذن فالأسنان مهمة جدا، أليس كذلك؟ والآن بعد أن قمت بتنظيف أسناني، حان وقت التعلم والتفكير. هيا بنا يا أصدقاء إلى بوابة الألغاز. حسناً، سنبدأ بقرع الجرس. فقرع الجرس يعني أنك تطلب الإذن بالدخول، وهذا تصرف مؤدب جداً. سؤال جديد، لنقرأ. اضغط رقم الصورة التي تحتوي على الشيء الذي نراه فقط في الليل. شيء نراه فقط في الليل؟ لنرى الصور. عشب. العشب من النباتات، وهو جميل المنظر، ونراه في النهار والليل. لبن. نصنع اللبن من الحليب، وهو مفيد جداً لأجسامنا وأسناننا أيضاً، ونراه أيضاً في النهار والليل.
بدر. البدر هو القمر، والقمر لا يظهر بالنهار بل يظهر بالليل، إذن الجواب هو البدر. حرف الباء. حرف الباء هو ثاني حروف اللغة العربية، اسمه باء، لكن عندما نلفظه نقول ب، مثل بدر، بعيد، باقي، ب. تذكروا هذا جيدا، فاسم الحرف باء ولفظه ب. حسنا، حان الوقت لنتعلم كيف نكتب حرف الباء مع صديقنا خطاط. مرحبا خطاط، كيف أنت اليوم؟ سنعلم أصدقائنا اليوم كيف يكتبون حرف الباء. مستعد؟ هيا بنا. سنتعلم أولا كيف نكتب حرف الباء في أول الكلمة. نبدأ بخط صغير من الأعلى إلى الأسفل، ثم نكمل إلى اليسار بخط أطول قليلا، ثم ننتقل إلى أسفل السطر ونضع النقطة. هذا هو شكل حرف الباء في بداية الكلمة، تماما كما في كلمة بدر. لكتابة حرف الباء في وسط الكلمة هناك اختلاف بسيط عن كتابته في بداية الكلمة. ما هو هذا الاختلاف؟ لنرى ذلك. مستعد يا خطاط؟ هيا بنا. نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم نرتفع إلى الأعلى قليلا ونعود للنزول إلى الأسفل، ثم نكمل إلى اليسار بخط صغير آخر، ثم ننتقل إلى أسفل السطر ونضع النقطة. وهذا هو شكل حرف الباء في وسط الكلمة، تماما كما في كلمة لبن. والآن نأتي لكتابة حرف الباء في نهاية الكلمة، وفي الحقيقة هنالك شكلان لكتابته، الأول عندما يكون متصلا مع الحرف الذي يسبقه ويكتب هكذا. نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم نرتفع إلى الأعلى قليلا ونعود للنزول إلى الأسفل، ونكمل إلى اليسار بخط أطول مع انحناء صغير إلى الأعلى، ثم ننتقل إلى أسفل السطر ونضع النقطة. وهذا الشكل نراه في كلمة عشب. الشكل الثاني لكتابة حرف الباء في نهاية الكلمة
هو الشكل المنفصل ويكتب هكذا. نبدأ بخط صغير من الأعلى إلى الأسفل، ثم نكمل الخط إلى اليسار مع انحناء صغير إلى الأعلى، ثم ننتقل إلى أسفل السطر ونضع النقطة. وهذا الشكل نراه في كلمة باب. باب، انظروا، كلمة باب تحتوي على حرفي باء، حرف في بدايتها وحرف في نهايتها. والآن يا أصدقائي، بعد أن شاهدتم كيف نكتب حرف الباء، بقي عليكم أن تتذكروه جيداً وتحفظوه جيداً، وذلك بكتابته عدة مرات وبعدة كلمات يكون فيها أول الكلمة أو وسط الكلمة أو في آخرها. ولا تنسوا أن تطلبوا المساعدة من آبائكم ومعلميكم. حسناً، إلى اللقاء. شاهدتم في حلقة اليوم كيف أنظف أسناني بالفرشاة ومعجون الأسنان حتى أحافظ عليها، وشاهدنا كيف أعطتنا بوابة الألغاز سؤالاً يبدأ جوابه بحرف الباء، وتعلمنا مع خطاط كيف نكتب حرف الباء بعدة أشكال، واستمتعنا بالرسومات الجميلة. مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ اليوم سأحدثكم عن سر يجعلني نشيطا جدا جدا، بحيث أستطيع أن أتذكر كل ما تعلمته، وهو شيء صغير جدا ويستطيع كل واحد منا أن يقوم به، وهذا السر هو شرب الحليب. نعم، شرب الحليب، فأنا أشرب الحليب كل صباح ومساء، فالحليب ينشط الجسم ويقوي عظامنا بحيث نستطيع أن نقوم بالأعمال المختلفة. إذن يا أصدقائي، لا تنسوا أن شرب الحليب كل صباح وكل مساء يجعلكم قادرين على تذكر كل الأشياء التي نتعلمها. والآن بعد شرب الحليب،
سنتوجه إلى بوابة الألغاز ونرى ما الجديد اليوم. حسناً، سنقرع الجرس حتى يخرج السؤال. أي من الصور التالية هي صورة الحيوان المسمى سفينة الصحراء؟ سفينة الصحراء؟ نعم، سفينة الصحراء. فبالرغم من أن الصحراء لا يوجد فيها ماء، إلا أن هناك حيواناً يعيش فيها ويسمى سفينة الصحراء. لنرى الصور. ثلج. الثلج هو الماء المتجمد، والماء ليس حيواناً. نجمة. النجمة نراها في السماء وفي الليل فقط، والنجوم ليست من الحيوانات. جمل. الجمل هو حيوان صبور جداً وينقلنا عبر الصحراء، إذن فهو المقصود بسفينة الصحراء، والجواب هو الجمل. حرف الجيم هو الحرف الخامس من أحرف اللغة العربية. اسم الحرف جيم، لكن عندما نلفظه نقول ج ج، مثل جميل، جديد، جريدة. تذكروا هذا جيدا، فاسم الحرف جيم ولفظه ج. والآن لنذهب إلى صديقنا خطاط ونتعلم منه كيف نكتب حرف الجيم. مرحبا يا خطاط، اليوم سنتعلم كيف نكتب حرف الجيم. مستعد؟ حسنا، حرف الجيم يكتب بعدة أشكال، وأولها عندما يأتي في أول الكلمة، وعندها يكتب هكذا. نبدأ بخط منحن من اليسار إلى اليمين، ثم نعود من اليمين إلى اليسار بخط آخر، ثم ننتقل أسفل السطر ونضع النقطة. هذا هو الشكل الأول لحرف الجيم، تماماً كما في كلمة جمل. أما كتابة حرف الجيم في وسط الكلمة فيكون بالشكل التالي. نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم نعود إلى اليمين بخط منحن آخر، ثم نرجع إلى اليسار بخط ثالث، ثم ننتقل أسفل السطر ونضع النقطة. لنرى شكل حرف الجيم عندما يأتي في وسط الكلمة، تماماً كما في كلمة نجمة. الشكل الثالث لحرف الجيم هو عندما يأتي في نهاية الكلمة، وله شكلان، الشكل المتصل والشكل المنفصل. ولنبدأ بالشكل المتصل.
نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم نعود إلى اليمين مرة أخرى بخط صغير آخر، ثم إلى اليسار بخط منحن إلى الأسفل إلى أن نصل إلى أسفل السطر، ثم ننتقل إلى وسط هذا الخط ونضع النقطة. لنرى شكل حرف الجيم عندما يأتي في آخر الكلمة تماماً كما في كلمة ثلج. الشكل الثاني لحرف الجيم عندما يأتي في آخر الكلمة هو الشكل المنفصل ويكتب هكذا. نبدأ بخط منحن من اليسار إلى اليمين، ثم نعود إلى اليسار مرة أخرى بخط منحن إلى الأسفل إلى أن نصل إلى أسفل السطر، ثم ننتقل إلى وسط هذا الخط ونضع النقطة. وهذا هو شكل حرف الجيم عندما يأتي في آخر الكلمة منفصلاً تماماً كما في كلمة مرج، والمرج هو الأرض الخضراء الجميلة. حسناً يا أصدقائي، تعلمنا اليوم حرفاً جديداً من أحرف اللغة العربية، والمطلوب منكم أن تقوموا بكتابته عدة مرات حتى تتذكروه جيداً، ولا تنسوا أن تكتبوه بعدة كلمات يأتي فيها حرف الجيم في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو في آخرها، وتذكروا أن تطلبوا المساعدة من آبائكم ومن معلميكم. حسناً، إلى اللقاء. شاهدتم في حلقة اليوم كيف أشرب الحليب حتى أحافظ على نشاطي وسلامة جسمي، وشاهدنا كيف أعطتنا بوابة الألغاز سؤالاً يبدأ جوابه بحرف الجيم، وكذلك شاهدنا خطاط الذي علمنا كيف نكتب حرف الجيم بأشكاله المتعددة، واستمتعنا بالرسومات الجميلة.
مرحباً يا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ إنه يوم جديد ورائع، أليس كذلك؟ اليوم سأحدثكم عن جمال الطبيعة وفوائدها العظيمة. فالأشجار من حولنا تعطينا الجمال وتعطينا الفائدة. جمال الطبيعة يأتي من المناظر الرائعة التي نراها من حولنا والتي تريح أعيننا وتهدئ الأعصاب. أما فوائد الطبيعة فهي كثيرة جداً، فالطبيعة تعطينا الطعام والهواء النقي والكثير الكثير من الأشياء المفيدة لأجسامنا. لذلك أنا أزرع الكثير من النباتات حول بيتي لكي أستمتع بها كل يوم. لكن يجب أن ننتبه، فعندما نقوم بزراعة النباتات يجب أن نعتني بها جيداً بأن نقوم بسقايتها كل يوم حتى تنمو وتكبر فنستمتع بها وبجمالها وتعطينا فوائدها. لذلك سأقوم بسقاية نباتاتي التي أزرعها حول بيتي. والآن بعد سقاية النباتات سنزور بوابة الألغاز لنرى ما الجديد اليوم. سنقرع الجرس ونبدأ التعلم. اضغط مفتاح الصورة التي تحتوي على حيوان أليف. المطلوب حيوان أليف. لنرى الصور. سعيد. سعيد صفة أي فرحان، وسعيد من السعادة، والسعادة ليست حيواناً أليفاً. مدفع. المدفع يستخدم في قذف الأشياء بعيداً، فهو يقذفها بقوة، والمدفع ليس حيواناً أليفاً. دجاجة. الدجاج من الحيوانات، وهو يعطينا البيض الذي نتغذى به، وهو يعيش بالمزرعة، وحيوانات المزرعة هي حيوانات أليفة. إذن الدجاج حيوان أليف، والجواب هو دجاجة. حرف الدال هو الحرف الثامن من أحرف اللغة العربية. اسم الحرف دال، لكن عندما نلفظه نقول د د، مثل دجاج، دائم، سعيد. تذكروا هذا جيدا، فاسم الحرف دال، لكن عندما نلفظه نقول د د. والآن يا أصدقائي حان وقت التعلم والفائدة مع صديقنا خطاط. مرحبا عزيزي خطاط، كيف حالك اليوم؟ اليوم سنعلم أصدقائنا الأطفال كيف يكتبون حرف الدال بأشكاله المتعددة. مستعد؟ هيا بنا. الشكل الأول لحرف الدال هو عندما يأتي في بداية الكلمة ويكتب بالشكل التالي. نبدأ بخط صغير من الأعلى إلى الأسفل، ثم ننتقل إلى اليسار بخط صغير آخر، وهكذا نكون قد كتبنا حرف الدال عندما يأتي في بداية الكلمة، تماما كما في كلمة دجاجة. الشكل الثاني لحرف الدال هو عندما يأتي في وسط الكلمة ويكتب هكذا. نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم نرتفع إلى الأعلى بخط آخر،
ونعود إلى الأسفل ثم إلى اليسار مرة أخرى بخط صغير ثالث. وهكذا نحصل على شكل حرف الدال عندما يأتي في وسط الكلمة، تماماً كما في كلمة مدفع. الشكل الثالث لحرف الدال هو عندما يأتي في نهاية الكلمة، وله شكلان: المتصل والمنفصل. وهنا سأقول لكم يا أصدقائي شيئاً مهماً، فشكل حرف الدال في نهاية الكلمة عندما يكون متصلاً يشبه شكله في وسط الكلمة، وشكل حرف الدال عندما يكون منفصلاً يشبه شكله في بداية الكلمة. وهذا يعني أننا سنتعلم فقط شكلين لحرف الدال ونستخدمهما في جميع أشكاله. والآن لكتابة حرف الدال عندما يأتي في نهاية الكلمة ويكون متصلاً مع الحرف الذي يسبقه، نقوم بما يلي. نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم نرتفع إلى الأعلى بخط آخر، ونعود إلى الأسفل ثم إلى اليسار مرة أخرى بخط صغير ثالث. وكما ترون، فالشكل المتصل في نهاية الكلمة يشبه الشكل المستخدم في وسط الكلمة تماماً كما في كلمة سعيد. أما الشكل الثاني لحرف الدال في نهاية الكلمة فهو الشكل المنفصل ويكتب هكذا. نبدأ بخط صغير من الأعلى إلى الأسفل، ثم ننتقل إلى اليسار بخط صغير آخر. وهذا الشكل لحرف الدال يشبه شكله في بداية الكلمة تماماً كما في كلمة مداد، والمداد هو حبر الكتابة. انظروا، كلمة مداد تحتوي على حرفي دال، حرف في وسطها وحرف في نهايتها. شاهدنا في حلقة اليوم كيف أعتني بنباتاتي التي تعطيني فوائد كثيرة جداً، وشاهدنا كيف أن بوابة الألغاز أعطتنا سؤالاً يبدأ جوابه بحرف الدال، وكذلك خطاط الذي علمنا كيف نكتب حرف الدال بعدة أشكال، واستمتعنا بالرسومات الجميلة.
مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ اليوم سنتحدث عن شيء يجب أن نقوم به للمحافظة على النظافة العامة في بيتنا وشارعنا ومحيطنا أيضا، وهذا الشيء لا يحتاج منا إلا القليل من الوقت والجهد حتى نقوم به. طبعا أنا أتكلم عن رمي القمامة خارج المنزل كل يوم وبانتظام. وطبعا رمي القمامة لا يعني رميها فقط، بل يجب أن نرميها بالشكل السليم. كيف ذلك؟ يجب أن توضع القمامة في الأكياس الخاصة بها، ويجب نقلها إلى خارج المنزل. وخارج المنزل لا يعني رمي القمامة على الرصيف أو على الشارع، بل يجب أن توضع في المكان المخصص لها وأن يغلق عليها بإحكام. والآن وبعد أن نقلنا القمامة وأصبح بيتنا نظيفاً، حان وقت التعلم والتفكير. هيا بنا إلى بوابة الألغاز. طبعاً سنقرع الجرس حتى يخرج السؤال. اضغط مفتاح الصورة التي تحتوي على الشيء الذي نستعمله للاتصال. شيء نستعمله للاتصال؟ لنرى الصور. مهر. المهر هو الحصان الصغير، أي عندما يكون صغيراً بالعمر، والحصان لا نستعمله بالاتصال. مياه. المياه من أهم الأشياء في حياتنا، والمياه لها استعمالات كثيرة لكن لا نستعملها بالاتصال. هاتف. الهاتف يمكننا من التحدث مع الأشخاص البعيدين عنا مسافات كبيرة، والتحدث مع الأشخاص يعني الاتصال بهم. إذن الجواب هو الهاتف. حرف الهاء. حرف الهاء هو الحرف 26 من أحرف اللغة العربية. اسم الحرف هاء، لكن عندما نلفظه نقول ه، مثل هواء، هو، هام. تذكروا هذا جيدا، فاسم الحرف هاء ولفظه هو ه. والآن يا أصدقائي، حان وقت صديقنا خطاط. مرحبا خطاط، كيف حالك؟ اليوم سنعلم أصدقائنا كيف يكتبون حرف الهاء بأشكاله المتعددة. هيا بنا لكتابة حرف الهاء. في أول الكلمة نقوم بما يلي. نبدأ بخط صغير من الأعلى إلى الأسفل على شكل ربع دائرة، ونكمل بخط صغير آخر من اليمين إلى اليسار، وهنا نقوم برسم دائرة صغيرة، ثم نكمل بخط صغير من اليمين إلى اليسار. وهذا هو شكل حرف الهاء عندما يأتي في أول الكلمة، تماماً كما في كلمة هاتف.
أما شكل حرف الهاء عندما يأتي في وسط الكلمة فمختلف جداً عن شكله في أول الكلمة. كيف هذا؟ لنرى. نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم نقوم برسم دائرة إلى الأعلى بهذا الشكل، ونقوم برسم دائرة أخرى إلى الأسفل بهذا الشكل، ثم نكمل بخط صغير من اليمين إلى اليسار. وهكذا نحصل على شكل حرف الهاء عندما يأتي في وسط الكلمة تماماً كما في كلمة مهر. حرف الهاء عندما يأتي في آخر الكلمة له شكلان، الشكل المتصل والشكل المنفصل، والاختلاف بينهما كبير جداً. ولنبدأ بالشكل المنفصل. نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم نقوم برسم دائرة إلى الأعلى هكذا. وهكذا نحصل على الشكل المنفصل لحرف الهاء عندما يأتي في نهاية الكلمة تماماً كما في كلمة مياه. الشكل الثاني لحرف الهاء في آخر الكلمة هو عندما يأتي متصلاً ويكتب هكذا. نبدأ بخط صغير من اليمين إلى اليسار، ثم نرتفع إلى الأعلى بخط صغير آخر، ثم نكمل إلى اليسار بخط صغير ثالث، ونعود إلى اليمين بخط رابع. وهذا هو شكل حرف الهاء عندما يأتي متصلاً في نهاية الكلمة تماماً كما في كلمة الله عز وجل. حسناً يا أصدقائي، المطلوب منكم الآن أن تقوموا بكتابة حرف الهاء بعدة أشكال وبعدة كلمات يأتي فيها حرف الهاء في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخرها. ولا تنسوا أن تطلبوا المساعدة من آبائكم ومعلميكم. إلى اللقاء. شاهدنا في حلقة اليوم كيف أجمع القمامة وأضعها في المكان المخصص لها للمحافظة على نظافة البيئة، وشاهدنا كيف أعطتنا بوابة الألغاز سؤالاً يبدأ جوابه بحرف الهاء، وشاهدنا كيف أن خطاط علمنا كيف نكتب حرف الهاء بعدة أشكال، واستمتعنا بالرسومات الجميلة.